أعلنت سفارة المملكة المغربية ببلجيكا عن تشكيل خلية للمتابعة والإخبار بتنسيق مع القنصليات العامة، وذلك في إطار متابعتها لأوضاع الجالية المغربية ببلجيكا ودوقية لوكسمبورغ بعد التطور السريع لانتشار فيروس كورونا في البلاد. وأوضحت السفارة في بلاغ لها اليوم السبت أنها وضعت رهن إشارة عموم المواطنين والمواطنات الأرقام الهاتفية التالية: السفارة 532 27 36 11 00 00 32 27 412. القنصلية العامة ببروكسل 732 49 38 74 491. رقم آخر 00 32 23 49 518. القنصلية العامة بأونفيرس 00 32 37 40 51 11. القنصلية العامة ببليج 00 32 42 59 98 40. وأبرز البلاغ أن سفارة المملكة المغربية تهيب بكافة المواطنين الالتزام الصارم بالإجراءات التي أعلنت عنها السلطات العمومية ببلجيكا ولوكسمبورغ لمواجهة آثار هذا الوباء، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات القنصلية تطلب السفارة المغربية من المواطنات والمواطنين احترام الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف القنصلية، وتهم هذه الإجراءات فتح أبواب القنصليات من الساعة 10 صباحا إلى 2 زوالا، وتأجيل كل الخدمات والطلبات التي ليس لها طابع استعجالي. كما تهم أيضا الاقتصار في التوجه إلى القنصليات على الأشخاص المعنيين بالخدمات الاستعجالية وعدم استحابهم لأفراد آخرين، إلى جانب التقيد الصارم بما يتم اتخاذه من إجراءات وقائية أخرى داخل مقرات القنصليات.